هذا وتأثرت عدد من الدول العربية والخليجية بموجة الغبار التي تعتبر التاسعة من نوعها خلال الشهرين الماضيين بعد أن تشكلت هذه الكتلة الغبارية فوق العراق ليلة الأحد حيث أخذت موجة الغبار طريقها إلى دولة الكويت والمملكة العربية السعودية إلا أن حدتها في البحرين تعتبر الأقل وفق ما أفادت مواقع متخصصة في رصد الطقس. وتسببت الموجه الغباريه في رفع درجه الانذار في بعض المناطق للمملكه العربيه السعوديه وتعطيل الملاحه الجويه في دوله الكويت والعراق وتعليق الدراسه فيها مؤقتا حيث تم استئناف العمل في مطار بغداد الدولي ومطار اربيل بعد تعليقه يوم الاثنين